يلا يا كريم. طيب نرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كل حضراتكم، وعندنا الحقيقه خبر في منتهى الاهميه، يعني ما ينفعش الخبر ده بصفه خاصه يمر كده مرور الكرام. اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ان الغرفه القضائيه بلجنه القيم المستقله فرضت الايقاف لمده 5 أعوام عن ممارسه اي نشاط يتعلق بكره القدم على احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي للعبه او الكاف. اوضح الفيفا في بيانه انه بعد جلسه استماع مطوله قضت الغرفه القضائيه بان احمد احمد قد اخل بواجبات الولاء وانتهك اللوائح وقدم المجموعة كبيرة من الهدايا والمزايا الأخرى، وكذلك أساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف. الحقيقة أن الحكم ده لو تأملناه كده هنلاقي أنه ليه شقين. الشق الأول أنه أكيد بطبيعة الحال هيكون بداية لكشف ملفات أخرى من الفساد، والشق الثاني هو أن حق الراحل عمرو مصطفى فهمي سكرتير عام الكاف السابق رجع بعد وفاته، كل اللي تحالفوا ضده عشان يمشي من منصبه ما قدروش يمنعوا الحق من انه يرجع لاصحابه. قرار امبارح كان فيه اثبات ان كل مستندات الفساد اللي كان قدمها عمرو للفيفا واتهم من خلالها احمد احمد بالفساد كانت كلها صحيحه، يعني حقه رجع له وهو متوفي عشان كل اسرته وكل اصدقائه وكل اصحابه والمصريين كلهم الحقيقه يعني يرفعوا راسهم. ان كان عندنا شاب مصري اهلاوي كان في منصب مرموق ما سكتش على الفساد، ما هموش يخسر منصبه أو يخسر راتبه اللي كان بيقدر بآلاف الدولارات بس في مقابل أنه يعمل الصح. الله يرحمك يا عمرو، شخصية حقيقي محترمة جدا، ويمكن خبر وفاته كانت صاعقة على عشاق الكرة أو كرة القدم في القارة السمراء. هو مات عنده 37 سنة وكان مريض طبعا. يمكن امبارح زي ما بنقول كده ربنا أظهر الحق، يعني فكرة هنا يعني عقوبة عن سوء السلوك المالي، وكمان في غرامة 200,000 فرنك سويسري على أحمد أحمد، أعتقد دي حاجة كويسة جدا. الفكرة كمان إن عمرو زي ما احنا كده لو رجعنا يعني لابريل 2019 هو تم اقالته من منصبه، كان منصبه كسكرتير عام للاتحاد الافريقي، وده كان بعد ما اتهم رئيس الاتحاد بالفساد وللاسف خلينا نقول ظلم طبعا، ولكن امبارح وكمان اللي تصادف ان هو عيد ميلاد بنته ربنا يعني ظهر او اظهر الحقيقه او نصفه خلينا نقول، ويمكن ده اللي صرح بيه كمان والد عمرو امبارح بعد هذا القرار المهندس مصطفى فهمي لما قال ان ابني كان ليه حق او كان محقا في معركته. فالله يرحمك يا عمرو ويخلي لك يعني يخلي نبيله لامها ولاهلها، وان شاء الله كده تكون يعني زي ما بنقول زي ما نقول ايه يعني نبته طيبه ان شاء الله باذن الله عوضك فيها.